كده يعني نبتديها ونقول رسالة سلام. يعني الحقيقة رسالة سلام بتعبر عن التسامح بين الأديان، ده طبعا عنوان يعني نقدر نلخص بيه الزيارة التاريخية اللي انفردت بيها قناتنا قناة صدى البلد لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام للعاصمة البريطانية لندن، وكلمته التاريخية اللي ألقاها أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، وقبلت الحقيقة بترحيب كبير جدا وباحتفاء من قبل اللوردات والشخصيات العامة والسياسيين في بريطانيا، وأكدوا أن كلمة فضيلة المفتي هي رسالة تعايش وسلام ومحبة بين الأديان. لو عايزين نوصف يعني هذه الزيارة دي وإحنا بنتابع جزء منها على الشاشة دلوقتي مع السادة المشاهدين، هنقدر نقول أنها زيارة تاريخية، مش بس كده، كمان تأكيد على دور المؤسسات الدينية في رأسة الإسلام والتعايش بين الأديان. خلينا نشير كمان لنقطة مهمة، وإن فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أكد أمس خلال زيارته لأحد المعاهد البحثية بلندن أن مصر ما زالت صامدة في حربها على الإرهاب بالمنطقة كلها، وإن شاء الله ستقضي عليه بفضل جهود أبنائها المخلصين، خاصة وإن مصر الحمد لله حققت العديد من الإنجازات والانتصارات على حربها على جماعات التطرف والإرهاب. وأضاف كمان أن الدولة المصرية حريصة أشد الحرص على الانفتاح على العالم كله، ومد إيديها للتعاون مع بريطانيا والدول الأوروبية بالشكل اللي يحقق المصلحة المشتركة ويعزز من السلم العالمي. زيارة كانت مهمة جدا 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 في هذا التوقيت، لأن مهم إن احنا ننقل للغرب والعالم كله بلغتهم ما يحدث في مصر. والحقيقة إن مصر دايما زي ما بنقول كده بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله، فربنا يحمينا يا رب وتحيا مصر دائما وابدا. واعتقد الزياره دي محتاجين نقررها في دول كتيره جدا. يعني بالتاكيد هند، وهي فعلا زياره سلام ومحبه كده للعالم كله. خلونا كده